السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة غلاف، قناة اللي كتقدم لكم قضايا وكتسرد أحداث ووقائع تاريخية. اليوم موضوع حلقتنا غيكون خاص بإحدى الشخصيات، إحدى الشخصيات المغربية اللي خلاو بصمة وبناو أسس في بلادهم. هما الرجال ديالها اللي ضحاوا وكافحوا وناضلوا على قبلها وزوا شرف بها وعطاو الغالي والنفيس في سبيل توقف وتزيد. رجال دازوا في هاد البلاد ومداش الله الأمانة حتى كتب ليهم يخليوا بصمة ديال الهز والافتخار تفكروهم بها أجيال وأجيال. اليوم عندنا وقفة مع واحد من هاد الرجال اللي تضرب بهم المثل واللي خلى أثر كبير في تاريخ المغرب. بزاف سمعنا بالاسم ديالو كيتردد وكتسمى به الشوارع والمدارس وكذلك المعاهد والجمعيات، وحبذا لو وقفنا الوهلة نعرفه ولو القليل عليه. هذا الرجل هو مفخرة بسوس، أكيد مع ذكر سوس فما كيتطرح إلا اسم واحد وهو محمد المختار السوسي رحمه الله. محمد المختار السوسي بن أحمد الإليغي زاد عام 1900 ميلادية في إليغ نواحي تزورالت بعيدا على مدينة تيزنيت بحوالي 8 كيلومترات. لقى التدريس الأول ديالو في الزاوية الإلغية حيث الأب ديالو كان واحد من شيوخ الطريقة الدرقاوية تما، أي أن البداية ديالته كانت صوفية. من بعدها شد الرحال ديالو للمدرسة البنعمانية والتي ميت ديال العلماء مازال دابا حاضرين بأسماءهم في سوس، أمثال أحمد بن مسعود البنعماني والطاهر بن محمد الإفراني وعبد الرحمن البوزكرني. ومنهم خذ بزاف ديال العلوم الشرعية منها الأجرومية ولامية الأفعال والمقامات الحريرية وبزاف من علوم النحو. سوس بوحدها ما كانش تكفي شاب نجيب حال محمد المختار السوسي، وكان كل همه هو العلم يزيد منه وما يشبع. وهذا الشيء علاش قرر يسافر ويشد الحكمة والعلم من مدن أخرى. وهذه المرة وقع الاختيار على مدينة مراكش اللي كانت البداية تما. بقى في عزلة في جامع ابن تاشفين عند الشيخ أبي شعيب الدكالي، وبعدها كانت فاس تنادي، درس بالمدرسة البعنانية الحساب والجغرافيا والحديث، تعرف على مدينة مفتحة للعالم فيها بزاف ديال التوجهات والمسالك ودار معارف ومعارف وعرفوا الشخصيات. وأخيرا وصل للعاصمة الرباط وقرا فيها ما تيسر. كان مثال كبير ديال طالب العلم المكافح حط المعرفة بكل أنواعها قدام عينيه، الأدب والشعر والبحث الفقهي والبلاغة والبيان، حتى أصبح فقيه مجتهد مكتمل العدة ومؤرخ فايد الأقران ديالو بالتحقة والتحقيق. المختار السوسي كان عازم يسافر خارج البلاد لمصر، منها يزيد يتعلم أكثر، ولكن هيهات الفقر وقلة الحيلة خلاته يرجع لمراكش. في واحد الفترة توخل فيها الاستعمار والاحتلال في البلاد، وتم حل أول مدرسة حرة مختلفة كل اختلاف على مدارس المستعمر الفرنسي. انت كانت تآمن بأن التربية والتعليم يحاربوا الجهل والتخلف والاستعمار، ومدارس الاستعمار ما كانت إلا كتخلد حاجة واحدة وهي احتقار الأمة المغربية. وهذه كانت غير البداية عند المختار السوسي في طريقه للنضال من أجل استقلال البلاد. لذلك خطط مع الزملاء ديالو لمستقبل البلاد ونضوا أسسوا جوج ديال الجمعيات، الأولى ثقافية معلنة سموها جمعية الحماسة وترأسها هو راسو، ثانية سياسية سرية ترأسها علا الفاس رحمه الله. السوسي كان معارض الطاهير البربري اللي جابته سلطات الاستعمار، وكان الصوت ديالو كيمثل الحركة الوطنية في الجنوب، وخدم بالعلم وفوق المنبر في المساجد والحلقيات باش يزيد يحمس العباد ضد الاحتلال
وهذا الشيء اللي خلى الفرنسيين والخنونة اللي منهم القلاوي ما يبغيوا يسكتوه وعرضوا عليه شتى مناصب وإغراءات. ولكن لسوء حظهم سوسي كان رافض لأي إغراء يحول أمام المطالبة باستقلال بلاده. من بعد النضال وبزاف ديال المضايقات تلقاهم مستعمر من طرف المختار السوسي، اعتقلوه في واحد من المعتقلات مراكش على الرفاق ديالو الوطنيين المغاربة الأحرار. ولكن ولسوء حظهم الحبس عاد زاد خلاه يناضل أكثر، ومن بعد طلع المستعمر في الراس ونفاول السوس لمدة 9 سنوات ومنعوا عليه يتواصل مع شي حد من غير العزلة والغربة. هاد الفترة كانت كافية عنده باش يألف فيها كتب، وهنا فين كتب وهنا فين ألف الكتاب اللي كيتحدث على تاريخ ديال منطقة سوس. بعد ما خدات البلاد استقلالها تم إطلاق السراح دياله، ومكافأة ليه على الجهود والنضال دياله عين الملك محمد الخامس رحمه الله أول وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وفي أول حكومة مغربية وطنية. كفاءة وما أدرك ما الكفاءة. من بعدها تعين عضو في مجلس التاج وعضو في مدونة الفقه الإسلامي، وبلا ما نساو أنه كان قاضي شرعي ديال القصور الملكية. كان المسار ديال هذا الراجل العلامة حافل بكل ما تعني الكلمة من معنى، فالعلم والصبر والنضال والكفاح وكذلك الجهاد والتضحية، الشيء اللي خلاه منارة علم بزاف ديال العلماء من بعده. توفي محمد المختار السوسي رحمه الله نهار 17 نوفمبر 1963 بالرباط إثر الإصابة بسكري آنذاك، كما أن المضاعفات ديال حادثة السير وقعت له يلي عجلت بالوفاة دياله رحمه الله. بهذا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة، وكنقول لكم إذا لقات إعجاب من طرفكم نتمنى تدعمونا بجيم وباشتراك، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش تصلوا بالجديد. وإلى اللقاء.